طيب خلينا نروح مع حضراتكم لتجربة مهمة الحقيقة بيقوم بيها الشباب المتطوعين في معرض القاهرة الدولي للكتاب. خلينا نشوف مع حضراتكم التجارب دي، ايه الخدمات اللي بيقدمها الشباب المتطوع لزوار المعرض. نرجع على طول. الفكرة بشكل عام هي ان المتطوعين بيرشدوا الناس وبيدلوهم على دور النشر داخل الصلاة. اول ما حضرتك بتدخل من على البوابة، اول ما الزائر بيدخل من على البوابة، بيقوم المتطوعين بعمل حاجتين. اول حاجة بيعملوا مسح للحرارة، بيتأكدوا ان درجة الحرارة كويسة. تاني حاجة بيعملوا سكان للتيكت. بعد كده الزائر بيدخل للمعرض، بنبتدي اللي احنا نوجهه. ده فيما يخص الدور اللي بيتعلق بالتنظيم. تاني حاجة الدور اللي بيتعلق بالتوثيق، عندنا فريق من المتطوعين برضو، برنامج أنا متطوع، على مدار الساعة بيقام العديد من الفعاليات والأنشطة، المتطوعين بيرصدوا الحاجات ديت. احنا بنساعد الزوار ان احنا بنرشدهم لأماكن الدور النشر، وبنساعدهم ساعات كمان لو هم حتى جايين باسم الكاتب، بس احنا بنعمل سيرش من الداتا وبرده بنقول لهم اسم الدار فين، وبنرصد المخالفات وبرده بننبه على الكمامات، يعني ملتزمين بالاجراءات الاحترازيه. احنا كل يوم بينزل لنا جدول بالشفتات بيبقى مختلف، بيبقى في شفت هنا في الصاله وشفت على الانفو ديسك وشفت على البوابه. البوابه بيبقى دورنا ان احنا نقيس درجات الحراره ونطمن ان درجه الحراره مش عاليه، وان احنا كمان نسكان التيكت. هو بيكون موجود معانا ابلكيشن او معانا فايل، بيبقى فيه موجود كل دور النشر موجوده في المعرض كلها بالترتيب. فاحنا مثلا زائر محتاج مثلا دار نشر معينه، فبنكتب اسم دار النشر، فبيطلع لنا في السيرش مثلا اسم دار النشر، فبنوجهه ليها ونقول له في المكان الفلاني او المكان المعين اللي هو موجود معانا في الملف. البوابه بنعمل سكان للتيكت، بنعمل قياس الحراره، وبنعمل الشنط، بيبقى بنتاكد ان كل واحد معاه تصريح للحاجه اللي معاه. ده بالنسبه لشفت البوابه. شفت الصاله بيبقى معايا فايلز بالبي دي اف في دور النشر. لو في زائر بيدور على دار نشر معينه بندور، يعني بنساله عليها وبنرصد المخالفات وبنتاكد من الاجراءات الاحترازيه، الكمامه والحاجات دي.